بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، أيها الحضور الكريم، نعلم جميعا أن من أسماء الله تعالى الرحيم، ومن صفاته الرحمة، فهو الرحيم بعباده، وهو الذي خلق الرحمة وجعلها في الأرض ليتراحم الناس فيما بينهم. ومن تمام هذه الرحمة أن أرسل سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة رسولا رحيما رفيقا رؤوفا، كما وصفه ربه سبحانه وتعالى فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأعظم الناس رحمة، وأشدهم رأفة، وأكثرهم رفقا ولينا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تعرف البشرية قاطبة رجلا كان أكثر رحمة للناس وشفقة وليلا وخفضا للجانب أكثر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الذي ملئ قلبه رحمة وعلم هذه الأمة الرحمة، فهو الرفيق الذي علم الناس الرفق، وهو الذي كان شديد الرأفة وأدب أمته عليها بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك لا نزال نسمع بين الفينة والأخرى ممن يقول إن هذا الدين الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين عنف، أو دين وحشية، أو دين شدة، أو دين غلظة، أو دين قسوة، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يلصقها هؤلاء بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إما أن يعتقدوا هذا الكلام، وإما أن يظنوه في قرارة أنفسهم وأحلاهما مر كما يقال. فسواء اعتقدوا هذا الكلام أو ظنوه في قرارة أنفسهم، فنحن على يقين تام أنهم مخطئون فيما اعتقدوا أو ظنوا. إن كانوا يعتقدون هذا الكلام فقد أخطأوا، وإن ظنوه فقد أخطأوا أيضا. كل من قرأ كتاب الله سبحانه وتأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ أحاديثه الشريفة أخذ أبسط وأيسر كتاب من كتب السنة، علم خطأ هذا القول. هذا القول لا يحتاج إلى كبير رد،
ولا يحتاج إلى دفاع ولا يحتاج إلى مجابهة، فهو كلام خاطئ من أصله، حتى يأتينا من يقول إن هذا الإسلام انتشر بالعنف والسيف. متى كان الإسلام يعرف العنف؟ متى الإسلام كان يعرف الشدة أو الغلظة أو القسوة؟ بالعكس، الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين العطف، دين الرفق، دين اللين، دين خفض الجناح. هذه حقيقة ينبغي أن يعلمها كل مسلم على وجه الأرض، لكن أن يطلع بين الفينة والأخرى ممن يعتقد أو يظن هذا الكلام ويشيعه فيما بين الناس، فتنطلي هذه الحيلة على ضعفاء العقول وعلى سفهاء القوم، فيعتقدون لجهلهم ولبعدهم عن دين الإسلام، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحة هذا القول. فترى الواحد يتكلم بما لا يعرف، تراه يتكلم عن هذا الدين وعن هذا النبي الأمين عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم بمثل هذا الكلام، حتى قال إن رسالة الإسلام التي جاءنا بها النبي عليه الصلاة والسلام هي رسالة تهديدية. هذا الكلام غير مقبول ولا يعقل. ولذلك أيما عبد في قلبه مثقال ذرة من إيمان ما يستطيع أن يتحمل هذا الكلام، والله لا يكاد أي مسلم على وجه الأرض يسمع هذا الكلام أن يهنأ بنوم أو بأكل أو بشرب أو بضحك أو بسرور أو بأي شيء لما يقال هذا الكلام في شأن النبي عليه الصلاة والسلام وفي شأن رسالته. فأي عيش بعد لنا بعد هذا الكلام أيها المسلمون؟ لا عيش لنا بعد هذا الكلام لما يطعن في نبينا عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الكلمات الممقوتة، بمثل هذه الألفاظ الخبيثة التي تدل حقيقة على جهل عميق، بل أقول تدل على حقد دفين للإسلام ولنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يكن الإسلام ولا يكون إلى قيام الساعة دين عنف أبدا، بل الإسلام هو الذي جاءنا بالرفق. لو وقعت هناك أحداث من أشخاص معينين فهذا خطأهم وذاك ذنبهم، والإسلام من أفعالهم بريء. ليس كل من أغلظ أو قسى أو شدد أو عنف نلصق فعلته هذه بالإسلام. فينبغي أن نفرق بين الدين وبين ما يفعله المسلمون، بين ما يفعله أهل الدين حتى. لا ينبغي أن نزوج بين الأمرين، كل من فعل شيئا من أهل الإسلام إلا وألصقناه بالدين. إذا قتل رجل من المسلمين نقول إن الإسلام دين قتل، إذا بغى أحد المسلمين نقول إن الإسلام دين بغي، إذا ظلم أحد المسلمين نقول الإسلام دين ظلم، إذا أرعب أحد المسلمين الآخرين نقول الإسلام دين رعب ودين إرهاب وإلى غير ذلك. إن كان هذا الخطأ حصل فالذي يتحمل مسؤوليته الأشخاص. لماذا نلصق أخطاء الآخرين بالإسلام؟ وللأسف الكثرة الكاثرة لم تفهم هذا الكلام إلى اليوم. كلما أخطأ أحد المسلمين إلا وألصقنا خطأه بالإسلام، وكأن الإسلام هو الذي دعاه إلى أن يفعل هذا الأمر، كأن الإسلام هو الذي دعانا إلى الظلم، دعانا إلى البغي، دعانا إلى الاعتداء، دعانا إلى إراقة الدماء وسفكها، دعانا إلى الشدة، دعانا إلى العنف. افتحوا كتاب الله سبحانه وتعالى واقرأوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تجدوا هذا الكلام البتة، بل الإسلام دين رفق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الأمة الرفق بلسان حاله ولسان مقاله عليه الصلاة والسلام. بل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حثنا نحن، حض هذه الأمة على التزام الرفق
في صغير كبيرها، في صغير أمرها وفي كبيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرفق ما كان في أمر إلا زاده رونقا وبهجة، وكلما نزع الرفق من شيء إلا أدى به إلى الهاوية والهلاك. فالذي يزين الأمور هو الرفق، هو الذي يشينها هو العنف. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ويأتي زيد أو عمرو يقول إن الإسلام هو دين عنف؟ وهوذا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم يقول: إن الرفق لا يكون في شيء. أي شيء؟ الرفق مع الأزواج، الرفق مع الأولاد، الرفق مع الآباء والأمهات، الرفق مع المتعلمين والطلاب، الرفق مع الشركاء، الرفق مع الجيران، الرفق مع اليهود، الرفق مع النصارى، الرفق مع الحيوان، الرفق مع الخلائق أجمعين. هذا الذي دعانا إليه الإسلام. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولذلك العبد بقدر ما معه من الرفق بقدر حظه من الخير. مقياس الخير عند كل فرد من أفراد الأمة يقاس بما معه من الرفق. كلما كثر رفقه وكانت الشدة كالملح في الطعام، لكن ديدنه وهجيره هو الرفق، هو اللين. واخفض جناحك للمؤمنين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبقدر ما معك من الرفق بقدر ما يكون معك من الخير، وبقدر ما ينقص أمرك من الرفق بقدر ما ينقص حظك من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار إلى هذا الكلام في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أيما مسلم ومسلمة فتح كتاب الترمذي ووجد هذا الحديث وهو حديث صحيح وقرأه فهمه من غير أن يحتاج لأي تفسير من تفاسير العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا، إن الله تعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. البيت الذي يشع بالرفق وتعم أركانه اللين والتواضع، هذا هو البيت الذي أراد الله تعالى به كل خير. إن الله تعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وفي المقابل إن الله تعالى إذا أراد بأهل بيت شرا حرمهم الرفق ورزقهم وأعطاهم العنف. ولذلك قيسوا رعاكم الله بين بيتين. عندنا بيت يعم فيه الرفق، ينتشر فيه الحب، يعظم فيه الوئام، يكثر فيه اللين. إذا نظرت إلى الأب وجده رفيقا، الأم رفيقة، الأبناء رفقاء، البنات كذلك، البيت كله يعمه الرفق. هذا بيت خير، بيت بركة، بيت صلاح، بيت هدى، بيت استقامة. لماذا؟ لأن الإنسان يعطى بالرفق ما لا يعطى بالشدة، وينال بالرفق ما لا ينال بالعنف.
فإذا عم الرفق في بيت من البيوت فاعلم حقيقة أن الله تعالى أراد بأهل هذا البيت خيرا. فتراهم إذا تكلموا تكلموا بكلام يرضي رب العالمين، تكلموا بكلام ينم عن أدب، عن احترام، عن رحمة، عن تواضع. هكذا ينبغي أن يكون بيت المسلم. ما من مكان من أمكنة هذا البيت، ما من جناح من أجنحة هذا البيت إلا وترى فيه الرفق عيانا. وفي المقابل البيت الثاني والعياذ بالله الذي ينتشر فيه العنف والشدة والقسوة والغلظة والغلظة، ذاك بيت ما أراد الله به خيرا. الأب لا يحسن إلا الفحش والتفحش، الأم لا تحسن إلا الكلام البذيء، الأولاد يتنابزون يسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا. إذا فتشت في قلوبهم لا تكاد تجد مثقال حبة خردل من رحمة فيما بينهم. فهذا بيت شؤم، لا يمكن أن تجد في مثل هذا البيت أي خير. وحتى أولئك الذين يولدون في هذا البيت إذا نشأوا في مثل هذا الجو النتن فإنهم سيتأثرون به أيما تأثر، فيفتقدون صفة من أعظم الصفات ألا وهي صفة الرفق. فحقيقة إذا أردنا أن نكون في بيوتنا سعداء ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح، فينبغي أن نربي أنفسنا أولا على الرفق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك نربي أبناءنا ونربي بناتنا على ماذا؟ نربيهم على الرفق وعلى الرحمة وعلى اللين، وأن نجنبهم القسوة والعنف والشدة إلى غير ذلك. إن الله تعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا ماذا؟ أعطاهم الرفق. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على من؟ يدعو على من ولي من أمر الأمة شيئا فما أحسن معهم إلا الشدة والغلظة. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أنا أتعجب كل العجب كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بمثل هذا الدعاء، فيقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فيأتي أحد التعساء فيقول: إن هذا الدين قد بني على العنف والشدة. فنحن نتساءل: من الذي جاءنا بهذا الدين؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذن ما دام هذا الدين هو دين شدة ودين عنف، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنيفا، كان شديدا، كان غليظ القلب، كان قاسيا. هل هذا الكلام صحيح؟ هل يمكن أن يعتقد مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاسيا عنيفا شديدا على الناس؟ حاشاه وكلا أبدا. فإذا كان المسلمون يعتقدون هذا الكلام فلماذا ينبري بين الفئة والأخرى ممن يصف النبي عليه الصلاة والسلام ويصف دينه بما وصفه به؟ مثل هذا الكلام كما قلت في خطبة الجمعة، إن جاءنا من أعداء الدين فلا ضير،
فذاك ديدنهم وذاك شأنهم. لكن أن يتكلم بهذا الكلام الفاحش، بهذا الكلام النتن، من هو ممن ينتسب إلى الإسلام؟ فهذا تناقض. ومع ذلك نسمع ممن يؤيده، ونسمع ممن يرفع من قدره ويعلي من شأنه بدعوى ماذا؟ بدعوى حرية التعبير، وبدعوى حرية الاعتقاد. ليس لنا أن نعتقد إلا ما أرادنا الله تعالى أن نعتقده، ليس لنا حرية المعتقد أبدا، ليس لنا أن نعتقد إلا ما أمر الله تعالى باعتقاده، وليس لنا حرية مطلقة أن نتكلم بما تمليه علينا أنفسنا وشهواتنا وأهواؤنا وأذواقنا، بل نحن محكومون بدين الذي يحكمنا جميعا هو دين الإسلام. أما أن يتكلم كل واحد بما أحب وبما شاء إن كان في أمور الدنيا فلا حرج، لكن في أمور الدين فلا وألف لا. ليس لك حرية مطلقة أن تتكلم عن الله أو عن كتابه أو عن دينه أو عن نبيه بما يخالف ما أراد الله سبحانه وتعالى، وإلا الهلاك في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. فليس لنا حرية في أن نتكلم بما شئنا وبما أحببنا، بل ينبغي أن يكون كلامنا موافقا لما أراد الله ولما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن جميعا في هذا المسجد وخارج هذا المسجد نعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رفيقا، وهو الذي علم الأمة الرفق. نعتقد هذا الكلام وإن لم نقرأه في كتاب، وإن لم نحفظ أحاديثه. وهذا ظننا بنبينا عليه الصلاة والسلام. لكن كيف يكون حال هؤلاء وكتب كتب السنة تترى ومليئة بالأحاديث التي تدل على عظم رفقه وشفقته ورحمته بالناس أجمعين؟ كم يريد هؤلاء من النصوص ومن الأحاديث التي تدل على كمال رحمته وعظيم شفقته بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رفقه مع اليهود، حتى اليهود، رفقه مع النساء بالنساء، رفقه بالأعراب، رفقه بالصغار، رفقه بالمنافقين. ما من صنف من أصناف البشر إلا وعندنا فيه، لا أقول دليل، عندنا فيه دلائل تدل على عظيم رفقه عليه الصلاة والسلام بهذا الصنف. اسمعوا رحمني الله وإياكم إلى ما ورد في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في وفد من قومي، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، وكان رحيما رفيقا. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه يقدم على النبي عليه الصلاة والسلام في وفد من قومه. قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في وفد من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة. كيف وصفه مالك رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: وكان
رحيما رفيقا، كان رحيما رفيقا. هذا من أجمل الأوصاف التي وصف بها مالك بن الحويرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه المدة لم يرى مالك بن الحويرث وقومه الذين أقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة لم يروا فيه إلا الرحمة، لم يروا عنده إلا الرفق واللين. 20 ليلة يعني 20 يوم بلياليهن، هذه مدة ليست بيسيرة. أن تمكت عند رجل 20 ليلة ما ترى منه إلا الرفق واللين، هذا دليل حقيقة على رفقه ولينه. لماذا؟ لأن العبد قد تربطك به علاقة، ربما تلتقي معه في اليوم ساعة أو ربما ساعتين أو 3، لا تكاد تجاوز هذه المدة، فلا تلمس منه إلا رفقا ورحمة ولينا وشفقة. لماذا؟ لأن هذه المدة التي تخالطه وتجالسه فيها هي مدة يسيرة. لكن مالك بن الحويرث أقام عند النبي عليه الصلاة والسلام مدة طويلة من الزمن، 20 يوما، ليست بالمدة الهينة. فكان يرى النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح وفي الظهيرة وفي العشي وفي المساء، لا يفارقه إلا حين دخول النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته. يعني أن مالك بن الحويرث لما قدم من قومه جاء ليتعلم، لازم النبي عليه الصلاة والسلام. طالب العلم الذي يريد التعلم يلازم الشيخ ويكون له كظل لا يفارقه أبدا. فلا شك أنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام طيلة هذه المدة، ولم يرى مالك رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عظيم الرحمة، إلا كبير الشفقة، إلا أنه كثير الرفق بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان هذا الوصف من مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، وقد أقام عند النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة ورأى ما رأى، فكذلك هجه عليه الصلاة والسلام مع كل أصناف البشر حتى النساء. النساء اللواتي جالسن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأين منه إلا رفقا ورحمة وتواضعا ولينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا لا أتكلم الآن عن أزواجه ولا أتكلم عن بناته، سأكلمكم عن نساء من قريش. نساء من قريش جالسن النبي صلى الله عليه وسلم، هن اللواتي أخبرن هذا الخبر وشهدن هذه الشهادة، ألا وهي رفقه ورحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قمنا فابتدرنا الحجاب. فدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر:
أنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم التفت إليهن عمر فقال: أي عدوات أنفسهن، أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ علينا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفس محمد بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذا الحديث كما ورد في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص في هذه القصة التي حدثت بين النساء وبين عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه مجموعة من النساء كانت عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكلمنا ويستكثرنا عالية أصواتهن. بمجرد أن استأذن عمر للدخول على النبي عليه الصلاة والسلام وهذه النساء كانت قد وضعت حجابها، قمنا فابتدرن الحجاب. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، يضحك من أي شيء، يضحك من هذا الموقف، يضحك من شدة خوف النساء ممن؟ من فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام كان من أدب عمر، من أدب عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا بهذه الدعوة فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله. بعض الناس يسمع أضحك الله سنك فيظن أنه دعا له بكثرة الضحك، وإنما دعا له بدوام السرور، بدوام السرور لا بكثرة الضحك. لماذا؟ لأن هذه الأمة نهيت عن كثرة الضحك. ولذلك جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه الأمة نهيت عن كثرة الضحك، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فهذه الأمة نهيت عن كثرة الضحك. فأضحك الله سنك هذا دعاء بدوام السرور. وهنا نستفيد فائدة رعاكم الله: إذا رأيت أحد الناس يضحك وقد سر فأدع له بهذا الدعاء فقول: أضحك الله سنك يا فلان، يعني تدعو له بدوام السرور وبعظيم الفرحة. فقال له عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. ثم أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب عن سبب ضحكه فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. بمجرد أن سمعت النسوة صوت عمر قمنا فابتدرنا الحجاب، فكففنا عن الكلام ولزمنا الصمت. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا من عظيم أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أنت أحق أن يهبن، يعني إذا كانت هذه النساء ستهب أحدا فأنت أحق بكل هيبة، أحق بكل احترام وإجلال وتقدير وتعزير وتعظيم وتوقير. هذا أيضا من دلائل تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من أحق بالتعظيم؟ أليس رسول الله؟ من أحق بالتبجيل والتقدير؟ رسول الله. ولذلك قال عمر: أنت يا رسول الله أحق أن يهب، ليس ألست أنا؟ من أنا حتى تهبني النساء؟ فأنت أحق أن تهبك النساء، أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم التفت إليهن عمر فقال: أي، حرف نداء معناه يا،
يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتمة الكلام على هذا الحديث بعد الأذان بحول الله تعالى وقوته. التفت إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه النسوة جريئات، فقالت: نعم، أنت أغلظ وأفض علينا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكفيه شرفا أن الله تعالى قال في شأنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنت أفض وأغلظ علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بهذه البشارة فقال: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني أن الشيطان كان يفرق من عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا مثال رحمني الله وإياكم لرفق النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، فكيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام حتى مع اليهود، حتى مع اليهود هؤلاء الذين الآن يرمون النبي صلى الله عليه وسلم ودينه بالشدة والغلظة والقسوة مع المسلمين، فنقول لهم: إذا كان هذا شأنه مع اليهود فكيف يكون شأنه مع المسلمين؟ هذا لعمري في القياس بديع. سبحان الله، ما هذه المفارقات؟ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقالوا: السام عليك. ما هو السام؟ هو الموت، كما ورد في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. قال: الموت. فهنا هؤلاء اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم وعليكم. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. وفي الرواية الأخرى: وعليكم إخوة القردة والخنازير. غضبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فعل اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم دعوا عليه بماذا؟ دعوا عليه بالموت. فلم تكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحبيبة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تترك اليهود يقولون هذا الكلام، فرأت أنه من الواجب عليها أن تدافع وأن تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: وعليكم وعلى لعنكم الله وغضب عليكم. لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا الكلام، هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إن الذي علم الأمة الرفق قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. مع أنهم دعوا عليه بالموت
ورأى من شدة غضبها رضي الله عنه وأرضاه في دفاعها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قلت: يعني يا عائشة، أولم تسمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسمعي ما رددت عليهم؟ أولم تسمعي ما رددت عليهم؟ فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. منشأ هذا الأمر كله على قولهم: السلام عليكم. فكان الجواب جواب الرفق واللين والأدب: وعليكم. وهكذا أمرنا أن نرد السلام على اليهود وعلى النصارى، على أهل الكتاب عموما. نحن نهينا رعاكم الله أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. إذا وجدت يهوديا أو نصرانيا لا تبدأه بالسلام كما يفعل جهالنا وللأسف. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، ولا تفهم: وإذا لقيتم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني آذوهم. لا، وإنما ينبغي أن تظهروا عزة الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فبعضهم فهم: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني ادفعوهم إلى حافة الطريق وأدوهم. لا، ليس هذا الفهم الصحيح لكلامه عليه الصلاة والسلام. وإنما عليك أن تظهر عزة الإسلام وأنت تمشي في طريقك، لا كما نفعل الآن. ترى الواحد من المسلمين يظهر التذل، يظهر الذلة، ويظهر الصغار، ويعطي العزة والمنع لأعداء الإسلام. العزة لله ولرسول الله ولأهل الإيمان، ليست لهم عزة أبدا. ولذلك أبو سفيان يوم أحد لما قال: لنا العزة ولا عزة لكم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم المولى ونعم النصير. فالعزة لأهل الإيمان، فلا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. طيب، لو أن أحدهم أقرأك السلام، إن أقرأك السلام ولم يتحقق ذكر اللام في السلام كما وقع في هذا الحديث، فسمعت من أهل الكتاب حين تسليمهم: السلام عليكم، قل وأجب كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقل: وعليكم فحسب. قل: وعليكم فحسب، لكن بشرط أن تتيقن أنك ما سمعت اللام في لفظ السلام. قال العلماء: فإن سمعت اللام في السلام، يعني قال أهل الكتاب السلام عليكم، جاءك يهودي أو نصراني فقال السلام عليك، وتحققت من حرف اللام في السلام، انظروا إلى رحمة الإسلام. هنا ينبغي أن ترد عليه السلام فتقول له: وعليكم السلام فحسب، من غير رحمة من الله وبركاته. بعضهم أيضا حينما يسمع ذكر السلام، ذكر اللام في السلام، فيقول له أحد أهل الكتاب السلام عليكم، فيرد عليه فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي رحمة
وأي بركة على اليهود والنصارى؟ هم قد حرموا هذه الرحمة إلا بعد دخولهم في الإسلام، أما ما داموا على شريعتهم التي تخالف دين محمد صلى الله عليه وسلم فلا رحمة عليهم ولا بركة. وإن شئتم أن أثبت لكم هذا الكلام، فقد ورد أن اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطسون، ما كانوا يعطسون، يتعاطسون يعني يتصنعون العطاس، رجاء ماذا؟ رجاء أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. ألا من بيدوزوا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أذكى الخلق، ما يمكنش. فشوف من خبتهم مع علمهم أن دعاءه مستجاب كانوا يترجوا هذه الرحمة، وكانوا يتعاطسون يقول شو واحد يقول الحمد لله باش يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، كانت يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بكم، تيجيهم من الاخر. نعم، لأنه الهداية نعم نطلب الله تعالى ونسأله أن يهديهم، لا إشكال، يهديكم الله ويصلح بالكم، لكن أن تدعو لهم بالرحمة كما فعل أحدهم ممن يشار إليه بالبنان لما ما يعني لما مات يعني كبيرهم دعا عليه بالرحمة وجعل يرفع وكف الضراع في الشاشة وأمام الملايين من المسلمين ويقول اللهم ارحم فلانا، تدعو له بالرحمة وقد مات كافرا، هذا مخالف لما عليه إجماع المسلمين، مخالف للإجماع كل مذاهب المسلمين كل الطوائف إلا وتخالف هذا القول، فهذا قول شاذ أن تترحم على من مات على الكفر. فما هذا الجهل يا أمة الإسلام؟ فهنا تقول إن أردت أن ترد السلام تقول وعليكم السلام فقط، لأنه ما معنى السلام عليكم؟ يعني لك مني الأمان ولن يصلك مني أي أذى. فإذا قالها الكتابي فإن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا تحقق ذكر اللام في السلام فوجب الرد عليهم بما قالوا. فإذا قال السلام عليكم نقول له وعليكم السلام امتثالا لقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، فمن العدل أن أرد عليه السلام. فالشاهد أن اليهود قالوا السلام عليك، قال عليه الصلاة والسلام وعليكم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أخذها ما يأخذنا دفاعا ونصرة وتعزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت وعليكم السلام وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. ثم جاء تعليم المعلم وتربية المربي الأسوة القدوة صلى الله عليه وسلم، فقال يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش، فحثها النبي عليه الصلاة والسلام على الرفق ونهاها عن ماذا؟ نهاها عن العنف. أيحق بعد هذا الأمر أن يأتي من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته رسالة عنف وشدة؟ وهؤلاء مع اليهود، والحديث كما أسلفت في صحيح البخاري ومسلم. فهذا رفقه صلى الله عليه وسلم باليهود، كيف كان رفقه عليه الصلاة والسلام بالأعراب؟ بالأعراب الذين قال الله تعالى فيهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب أهل البادية، أصحاب شدة وقسوة وغلظة وجفاء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدا
جفا، يعني من سكن البادية جفا وابتلي بالجفاء، لأن الإنسان دائما هو ابن بيئته، والبيئة تؤثر في صاحبها تأثيرا بليغا. فهؤلاء الأعراب أصحاب جفاء وشدة وقسوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل جفاءهم وقسوتهم وشدتهم برفق ما بعده رفق، حتى كانوا يدخلون في الإسلام أفواجا أفواجا بسبب ماذا؟ بسبب رفقه صلى الله عليه وسلم بهم. والأمثلة على ذلك كثيرة. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل أعرابي فبال في ناحية المسجد. تصوروا دابا احنا جالسين ويجي واحد من الأعراب وشد شي قنيده من هذوك القريده وقعد تيبول في وسط المسجد، اش بغينا نديروا ليه حنا؟ اش بغينا نديروا ليه؟ غادي نوضوا نكرموه. الناس كاع ما تيصبروا لغوات الدري الصغير، شتي قبل تنصلي المغرب، راهي من الحمد لله ومن لطفه بنا وبأهل هذا المسجد أنني ذكرتكم مرارا وتكرارا وفهمتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في آداب المسجد. ونحن نصلي المغرب كان يعني غلام صغير يبكي لأمه في صلاة المغرب، لولا أننا فهمنا هذه السنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة حفيدته بنت ابنته زينب على ظهره وهو يصلي بها في المسجد أمام الصحابة رضوان الله عليهم، وشي واش بغيتي يديروا بعض الناس في المسجد على قبل هذيك الغوات اللي سمعناها عند هذيك المرأة جايبه معها وليدها ولا بنيتها. شوف دابا هذا يا وليد ولا بنيته يبكي، وتتلقى الناس تقلبوا الجمع رأسا على عقب، الجمع كله تيتقلب. إيه بسبب اش؟ بسبب جاب شي واحد شي وليد تيدوز بين الصفوف ولا تيلعب ولا تيغوت ولا تيبكي. جاء المنظر عجيب وشاف داك الشيء ولا سمع القراءة وزاد تيبكي، وتشوف الناس اش يديروا له. اش من كلام واش من سبان واش بقات لهم وحده ومين يبدا يبقلوا فيه ويقولوا لا جبتي راه دابا نعاودوا يلا درق ساعه اخرى. شوف هذا اعرابي بال في المسجد. قال انس: اذ دخل اعرابي فبال في ناحيه المسجد فقام اليه الصحابه فقالوا: مه ما معنى مه؟ توقف حبس زقا الرجل يبول. والصحابة قاموا إليه فقالوا: مه. انظروا إلى الرفق، انظروا إلى الحلم. اللي بيجوا هادو بدو يعلمونا احنا الرفق ويعلمونا الحلم ويعلمونا اللين. ما كاينش حاجة أكثر من تبول في الجامع، كاينش حاجة أكثر من هادي؟ ما كاينش. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قيام الصحابة إلى هذا الأعرابي يقول له مهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، تفرقوا عليه، لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، خلوه يكمل على خطره. سبحان الله، بالله عليكم واش كاين شي رفق أكثر من هذا؟ خليه شوف بشوية يعني خذ راحتك قدير غارض، كاين شي رفق اكثر من هذا؟ انا والله لا شي من نهار قريت هذا الحديث الحمد لله سنوات وتنقول واش زعما كاين شي رفق اكثر من هذا؟ تقلب واش بغيت نقلب على شي حاله. شوف من رحمته هذا الرجل حتى في البول، اعزكم الله، وتقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه حتى يقضي بوله. فقد الأعرابي بوله ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا من القذر، وإنما
هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، وانتهت القصة. بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، فما سبه النبي صلى الله عليه وسلم، وما زجره، وما كهره، وما ضربه، وما عنفه، وإنما قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا من هذا القدر. في بعض الروايات قال هذا الأعرابي: يا رسول الله، ما حسبته، يعني هذا المسجد، ما حسبته هذه الصعودات إلا شيئا واحدا. قال لي: راه تسحبني بحال هذا الجم عندكم، بحال على برا، تسحبني في المقصد الغرض بحال بحال. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا من هذا القدر. الشاهد عندنا رعاكم الله هو قوله عليه الصلاة والسلام، الذي يدل دلالة قاطعة واضحة كوضوح الشمس في رائعة النهار على رفقه صلى الله عليه وسلم، هي قوله: لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بوله، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه حتى يكمل بوله. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي ما علمه؟ قال أنس بن مالك: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتي بسجل فيه ماء فيشنه عليه، أي يصبه عليه. عندنا قصة شبيهة بهذا الأمر أيضا في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله. قال معاوية بن الحكم السلمي: بينما أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم، رجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس، قال له معاوية: يرحمك الله. يرحمك الله. قال معاوية: فرماني الناس بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي واتكل أمي؟ اش قاعد انت تشوفوا فيا مالكم؟ هما نهوه، يعني لما رموه بأبصارهم نهوه عن قوله يرحمك الله، لأنه لا يحل الكلام في الصلاة. فلما رموه بأبصارهم قال: وي، ما شأنكم تنظرون إلي واثكل أمي؟ واثكل أمي يعني فقدتني أمي من هذا النظر الذي تنظرون إلي. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني فهم أنهم يريدون منه أن يسكت وأن يكف عن هذا الكلام. فعل هذا الفعل وهو في الصلاة وهو يجهل الحكم رضي الله عنه وأرضاه. فهنا سيأتي المثال الآخر من أمثلة رفق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالجاهل الذي لا يعلم الحكم الشرعي في المسألة. قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه: فلما قضى النبي صلى الله عليه والصلاة عليه الصلاة والسلام الصلاة، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما انقضت الصلاة قال معاوية: فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما انتهرني، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. وقراءة القرآن، ففيه دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي أن يترفق بالجاهل الذي لا يعلم الحكم ويجهله، ينبغي أن يأخذه العالم والمربي والمعلم بالتي هي أحسن، من غير شدة، من غير تعنيف، من غير ضرب، من غير شتم. فهنا نقول لأنفسنا ولإخواننا وأخواتنا: ما أحوج الآباء إلى تعلم هذه الآداب، وما أحوج الأمهات إلى معرفة هذه الأمثلة، وما أحوج الأساتذة، وما أحوج المعلمين والمربين والعلماء والخطباء والأئمة إلى أن يعرفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليم، ومن رفق، ومن لين، ومن خفض جناح، ومن رأفة، ومن رحمة، ومن شفقة بالمتعلمين. والله الذي لا إله غيره، لو أن الآباء والأمهات عاملوا أبناءهم وبناتهم مثل هذه المعاملة لخرج إلينا جيل فريد يعز به أمرنا إن شاء الله. لو أن الأساتذة والمعلمين والمدرسين والمربين والمدراء تعاملوا مع الأطفال ومع الكبار بمثل هذه المعاملة التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجت لنا المدارس والإعداديات والثانويات والمعاهد والكليات جيلا تقر به أعيننا إن شاء الله. لكن أب لا يحسن إلا الشتم، أم لا تتقن إلا اللعن والدعاء، أستاذ لا يحسن إلا الفحش والتفاحش، معلم لا يعرف إلا الضرب والانتهار والزجر والشدة والغلظة، كيف لنا أن يخرج لنا جيل وهو يعاني ما يعاني منه وللأسف الشديد؟ كل هذه القيم الذي دلنا عليها هو هذا الدين، والذي علمنا إياها هو نبي الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم الأمثلة، وهذا مثال، فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد أمره على فرد من أفراد الأمة إلا كالملح في الطعام، يعني إذا دعت الحاجة وكان من باب الضرورة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة البالغة في ذلك، فنحن أيضا نقول نعم. لا نقول ونرفع شعار لا للعنف أبدا، هذا شعار خاطئ. نعم نحن مع الرفق، مع اللين، مع خفض الجناح، أما التعنيف وأما الزجر فهو له حالات نادرة ونادرة جدا تليق بأناس من غير أناس آخرين. قد يأتيك شخصان، أنت أب عندك ولدان، أو أنت أستاذ عندك تلميذان، تعلم علم يقين أن هذا الولد لا يحسن معه إلا العنف، في حين إلى حين ليس على سبيل الدوام، وهذا الولد لا ينفع معه إلا الرفق ولا تليق معه الشدة أبدا، فهذا كن معه رفيقا، والآخر كن معه رفيقا لكن كن على شيء من الشدة والقسوة بين الفينة والأخرى. ينبغي للمرء أن يكون حكيما في أفعاله ومنضبطا في قراراته، فهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الأعراب. ثم أختم، إذا ذكرنا اليهود وذكرنا النساء وذكرنا الأعراب، نذكر حتى المنافقين الذين خطرهم على الأمة أشد من خطر اليهود والنصارى. نعم المنافقون خطرهم على أمة الإسلام على مر الأزمان أشد من خطر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى قد نصبوا العداء للإسلام
وهم ظاهرون في أمرهم. أما المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فهؤلاء خطرهم أعظم وأشد وأفضع على الدين وأهله من خطر اليهود والنصارى. ومع علم النبي صلى الله عليه وسلم بخطر المنافقين فإنه كان يترفق بهم عليه الصلاة والسلام. من الأمثلة على ذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا في غزوة فكسع رجل من الأنصار فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. يحكي جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع يعني ضربه على دبره، وفي رواية أخرى كان لعابا، كان لعابا أي يعني يحب المزاح ويكثر اللعب، فضربه على دبره، هذا معنى كسعه. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فغضب الأنصاري، غضب الأنصاري فقال: يا للأنصار. فقام المهاجر فقال: يا للمهاجرين. قال جابر بن عبد الله: فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله تعالى أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام ما وقع بين المهاجري والأنصار والأنصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا وقع؟ فقالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. دعوها، دعوا هذه الدعوة. لماذا؟ لأن الأنصاري قال: يا للأنصار. المهاجري قال: يا للمهاجرين. هذه دعوة الجاهلية التي كانت بين الأوس والخزرج، إذا أصيب أحد من الأوس قال: يا للأوس، وإذا أصيب رجل من الخزرج قال: يا للخزرج. فأقيمت بينهم حروب طويلة الأمد. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وحكي له قال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. للأسف هذه النعرة لا زلنا نعيشها في بلادنا وفي كل بلاد المسلمين. الذي يزرع هذه النعرة ويريد بذلك تشتيت شمل الأمة هم المنافقون، كما سيأتي معنا في آخر هذا الحديث. المنافقون الذين عجزوا عن إظهار الباطل، عجزوا ولم يتجرؤوا عن قول الباطل، فإنهم يزرعوا مثل هذه النعرات بين المسلمين. الآن عندنا نعرة خطيرة عواقبها وخيمة يشتغل عليها كثير من منافقي هذه الأمة. كم من نعرة تحبون أن أذكر لكم الآن؟ النعرة بين من؟ بين العرب وبين الأمازيغ. هذه نعرة موقوتة مشؤومة. الأمازيغ على الإسلام والعرب على الإسلام، والذي جمعهم هو الإسلام، فلماذا التفريق؟ لماذا التشتيت؟ لماذا زرع هذه النعرة بدعوى أن العرب يكرهون الأمازيغ وأن الأمازيغ يكرهون العرب؟ الجامع بينهم جميعا هو الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين أمازيغي وعربي،
لا فرق بين صحراوي وغيره، لا فرق بين شمالي وجنوبي وشرقي وغربي. كم من نعرة أثيرت في بلادنا، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه النعرة سرعان ما تطفأ. أثيرت نعرات بين أهل الشمال وأهل الداخل، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن المنافقين باءوا بالفشل ورجعوا على أعقابهم، فنسأل الله تعالى أيضا أن يرجعوا على أعقابهم في هذه النعرة التي يزرعونها الآن بين الأمازيغ وبين العرب، حتى صار الأمازيغي يكره العربي كل كره، والعكس بالعكس والعياذ بالله. لماذا هذا البغض؟ لماذا هذه التفرقة؟ وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الأمازيغي ما دام يدين بدين الإسلام فله ما له فله ما لك وعليه ما عليك، وهذا العربي أيضا ما دام يدين بدين الإسلام فله ما لك وعليه ما عليك. فالإسلام هو الذي جمع بين كل العشائر، بين كل الناس، بين كل القبائل. جمع بين بلال من الحبشة، وسلمان من فارس، وصهيب من الروم، الذي جمع وألف بين قلوبهم هو ربنا سبحانه وتعالى على الدين، على الإسلام. فهذه نعرة أثيرت وتطار الآن، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوها فإنها منتنة، فأنا أقول للعقلاء من أهل المغرب دعوا هذه الدعوة فإنها منتنة، فإنها منتنة. ثم بعد ذلك، والقصة يعني طويلة في هذا الباب، يعني لما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع بين المهاجري وبين الأنصاري، يعني كثر المهاجرون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام حين ذاك رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال أو قد فعلوا، يقصد المهاجرين، أو قد فعلوا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. شوف المنافقين ايش يقولوا دائما، كما تقول الآن، تقول لك والله لو تمكن الأمازيغ من العرب لأخرجوهم من بلاد المغرب، ولو تمكن العرب من الأمازيغ لأخرجوهم من بلاد المغرب. و يعني المنافقون يزرعون بينهم مثل هذا الكلام، فما أشبه اليوم بالبارحة. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله إئذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق، إئذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. أيضا يأتي هنا رفق النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته، لا أقول بعبد الله بن أبي بن سلول فقط بل بالناس أجمعين، فيقول دعوا يا عمر، دعوا يا عمر، لا يتحدث الناس يقولون إن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه قال كلمة الكفر. تخرج من؟ تخرج رسول الله؟ تخرج المهاجرين؟ ليخرجن الأعز منها الأذل. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا يا عمر، لا يتحدث الناس يقولون إن محمدا يقتل أصحابه. رفق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالصبيان الصغار، وهذا قد خصصنا له جمعة كاملة ولله الحمد والمنة، وذكرنا في ذلك الأمثلة لا حاجة لنا في ذكرها الآن نظرا لضيق الوقت. فهذه رعاني الله وإياكم إخواني وأخواتي بعض النماذج المشرقة وبعض الأمثلة الزاهرة
من سيرته صلى الله عليه وسلم، ومن عظيم رفقه وكمال شفقته ورحمته بالناس أجمعين. أيحق رعاكم الله بعد ما ذكرنا وبعد ما لم نذكر وما نعتقده من رفقه ورحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحد سفهاء القوم فيقول إن هذا الدين ما نشر إلا بالعنف، وأن هذا الدين لا يعرف إلا الشدة والقسوة والغلظة، فيلصقون هذه التهم بالإسلام وبنبي الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فنقول في الختام، إن لم يتب قائلوا هذه الكلمات مما قالوا ويعلنوا توبتهم أمام الملأ كما قالوا هذا القدح وهذا النقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم علانية، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذ أخذ عزيز مقتدر كل من حاد الله ورسوله وشاق الله ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن إدايته كما أسلفت في خطبة الجمعة، لأن إداية النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت كإدايته وهو حي، وإدايته حرام بإجماع الأمة، لم يخالف في ذلك أحد، لا تجوز إدايته صلى الله عليه وسلم لا في شخصه ولا في اسمه ولا في بدنه ولا في أهله ولا في ذريته ولا في أصحابه ولا في رسالته ولا في نبوته ولا في بعثته ولا في شيء من ذلك، بل لنا أن نعظم وأن نوقر وأن نعزر وأن نجل وأن نبجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم علم يقين أن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو الذي كان رحيما رفيقا وعلم أمة الإسلام الرحمة والرفق، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.